تجاوزت نسبة المشاركة في الاستفتاء في إيطاليا 50%، وهي نسبة كافية لإلغاء القوانين المتعلقة بالعودة إلى النووي وخصخصة المياه والحصانة القضائية الخاصة برئيس الوزراء سيلفيو بيرلسكوني. وسجلت نسبة المشاركة 57% بشأن القضايا المطروحة وفقا لأرقام وزارة الداخلية الإيطالية. طالما كان الاستفتاء حول الطاقة النووية صوت بنعم من أجل الإلغاء، لأنه يمكننا استخدام الطاقات المتجددة. أعتقد أن الطاقة النووية ضرورية، ولا أعلم إذا كان بالإمكان حسم الأمر من خلال الاستفتاء. في نفس الوقت نحن بحاجة إلى حماية الأرض بطريقة آمنة. من جانبه وافق رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني على نتيجة هذا الاستفتاء، لا سيما فيما يتعلق بالمحطات النووية. يجب أن نقول وداعا للمحطات النووية، ويجب أن نعود أنفسنا بشكل قوي على مصادر جديدة للطاقة. ويعتبر هذا الاستفتاء تحديا حقيقيا لرئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني، الذي خسر الانتخابات البلدية، والذي يواجه كذلك أزمة سياسية داخل حكومته.